حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مش عايزك تضايق نفسك، أنا في بيه كل حاجة هتحل إن شاء الله. شكرا يا أحمد، أنت الوحيد اللي ما طلعتش خاين. فيكس حبيبي، شايف عمو أحمد؟ أحمد الشوفير طلع رمز للوفاء. حضرتك أكيد تقصد وفاء مرات حضرتك. لا، بتكلم على الوفاء بشكل عام. وفاء مرات حضرتك اللي خانتك مع أستاذ باسم، صديق عمرك وشريكك في بيته. أولا البيت مش بيته، ده أجر جديد أصلا. ثانيا ما كانش صاحبي ولا عمره، هو بس كان لازق. لا، كنت بتحبه وكنت بتاخد مني العربية وتروح تجيب ولاده من المدرسة. أبدا، والله ما حصل. بيسو ده أنا كنت بعرف أكل معاه في طبق واحد. خلاص ما تزعلش، كان صاحبي أنا باسم بيه السيوفي وأحمد السواق طول عمرنا دويت. حتى ولادي خدوا فلوسي كلها ومشوا. معقول؟ مفيش حد جنبي؟ زيركس مفيش كائن كده يقف في ظهري يا حبيبي. اقعد خلاص، اقعد انزل. مفيش حد يخاف عليا ولا على املاكي. معقول؟ معقول يا ريكس انت اللي مضيع القلم؟ ست شايف يا احمد؟ شايف انا لوحدي تماما، يمكن ما فاضلش غيرك انت والماي باخ السود. بصراحه كمان ما بقاش فاضل غير انا. الماي باخ انا بعتها لنفسي بالتوكيل وابتديت اشغلها اوبر. هتشغل الماي باخ اوبر يا احمد؟ ده انت كنت من اخلص مساعديني. لا، ما انا غيرت المساعدين خلاص، شديت العفشه كلها. اخص عليك انا اذنك بقى رفيق بيها شد. انا كمان عايز حاجه. صحيح، لان الكلب عمره ما يتعدل. استنى يا احمد، استنى. انا ادركت ادراك خطير قوي وانت ماشي. اتفضل خد ريكس معاك، هو ده سبب في المشاكل اللي احنا فيها دي كلها. انا وحيد بسبب ريكس. كل يوم يا عزيزي وانت بتفتح باب البيت وبتخرج، فانت بتفتح باب لعدد لا نهائي من السيناريوهات اللي ممكن تحصل لك، بعضها قادر يغير حياتك. بهذه السيناريوهات انا شخصيا بتخيلها كل يوم. الاسانسير اللي بيقتل وانا جواه، التاكسي الفرامل بتاعته سايبه، مدير اللي في الشغل اللي بيطلع مسدسه من الدرج وبيهددني عشان ما حققتش التارجت. سيناريوهات كتير يا عزيزي ممكن تؤدي في النهايه الى فنائك، ولكن قبل ما اوصل للاسانسير او اركب التاكسي اصلا، فانا محتاج اواجه الكلب اللي مربوط بره. ايه ده يا محمد، انت بتخاف من الكلاب؟ يا عزيزي خافش من الكلاب، انا بجتنب اذاه. وخليني احكي لك حكايه جاكلين ديوران. طبعا يا عزيزي انت ما تعرفهاش وانا ما كنتش اعرفها، بس دي بنت امريكيه كانت خبيره في الدوك سيتنج، بيبي سيتر كلاب يعني. وهذه البنت الجميله قبل الكريسماس بيومين راحت بيت ناس تعمل شغلها، وكانوا سايبين لها الباب مفتوح بعد ما خرج. الكل كان مطمن انها قعدت مره مع الكلبين، ولكن لما دخلت عليهم هجموها ونهشوها. وانت فاهم طبعا ايه اللي حصل. كام عض يا عزيزي؟ 800 عض. 30% من دمها اتصفى، قلبها وقف كذا مره على ترابيزه العمليات. باختصار نجت بمعجزه، وده بقى شكلها بعد العمليات. انقاذ البنت تاخر حوالي 37 دقيقه كاملين، مش لحد ما البوليس وصل البيت، ولكن لحد ما قدروا يضربوا الكلاب بالنار وينقذوها. واحد يقول لي معلش يا ابو حميد، يعني الكلبين كانوا سلالات عنيفه ومش بترحم؟ عزيزي القصه اعقد من كده بكثير. والله يا ابو حميد القصه دي رعبتني، انا همد دلوقتي وافهم اول انسان استأنس الكلب كان بيفكر في ايه. صدق عزيزي انت كويس. لا عزيزي انت فعلا ابهرتني، سؤالك منطقي وصح جدا وفي صلب الموضوع. اصل فعلا تخيل تروح الغابه وتجيب لي ذئب تلعب له في بطنه وتهرش له في شعره وتقول له ست، ومتوقع منه انه بقى جود بوي؟ هل بذمتك دي خطه منطقيه؟ صح يا ابو حميد، دي خطه مش منطقيه ومستحيل انها تنجح. انت كست اكشف ورجعت اهوج من الاول يا راجل. بوقعك يا عزيزي، طبيعي تكون نجحت، ما هم تحت البيت وبيرازونا ساعه صلاه الفجر مستأنسين. الخطه فعلا نجحت وتم بالفعل استئناس الكلاب، وده شيء ينرفز لانها خطه عشوائيه جدا، ولكنها نجحت نجاح ساحق لعشرات الالاف من السنين، واصبح الكلب هو تقريبا اقدم حيوان استأنسه الانسان في تاريخه. لكن برضه الانسان معذور يا عزيزي، البشر القدامى كانوا يبصوا للذئاب على انهم انداد وخصوم ليهم، بيعيشوا في القطيع زي البشر، بيصطادوا في جماعات زيهم، مش بيعتمدوا على الجري السريع ولكن على المشي لمسافات طويله. بيحصروا الفريسه لحد ما تتعب وتنهك وبعدين يهجموا عليها، مش بيحاولوا يسرعوها ويتغلبوا عليها زي الاسود مثلا. سلوكيات البشر والذئاب كانت متشابهه في الحته دي، اخصام وانداد. تخيل بقى يجي لك حد من اخصامك دول بعد ما انفصل عن قطيعه او اطرد منه ويعيش جنبك وياكل بقايا اكلك، هتعمل معاه ايه؟ تطرده ولا تقول له جود بوي؟ البشر قالوا له جود بوي، وده منطقي لسبب. الذئاب كانت بتتفوق على البشر في حاسه الشم احسن من البشر حوالي 10000 مره، يقدروا يشموا فرائس من على مسافه ميل. فانت يا عزيزي لو جالك ذئب فهو هيفيدك. ومن هنا الموضوع بيعدي مئات القرون من استئناس الذئاب والارتفيشال سيلكشن الانتخاب الصناعي، بينتج عنه مئات السلالات من الكلاب اللي عايشه معانا لحد النهارده، الكبير والصغير والشرس واللعبي والمخيف والكيوت. وهما بصراحه كيوت يا عزيزي، بصراحه ما انكرش يعني. اجسام البشر
والكلاب لما بيقعدوا مع بعض بيطلعوا اوكسيتوسين، هرمون الحنيه كلها اللي بيلعب دور في افراز لبن الامهات، هرمون الربط بين الام وطفلها. It also plays a role in bonding with the baby. اقول لك يا عزيزي معلومه لطيفه، الكلب بيقدر يميز 150 كلمه، ويقدر يعد لغايه 5، ويفهم ان 1 زائد 1 يساوي 2. يا سلام يا ابو حميد، طب انا بفهم ان 1 زائد 1 يساوي 2، ايه المبهر في ده؟ انت ليه حاطط نفسك في مقارنه يا عزيزي؟ ما انا عارف ان انت كده، انت المفروض تبقى كده، ده شغلك عزيزي. الكلب بيمتلك IQ طفل عنده سنتين، كيوت قوي، بس الارقام برضو بتقول انهم ذئاب لسه مش ناسيين اصلهم. في امريكا في اكتر من 4.5 مليون عضه كلب بتحصل كل سنه، وكل سنه الكلاب بتقتل في العالم من 30 ل 40 ألف انسان. افتكر يا عزيزي قصه جاكلين، هدول ذئاب اصلهم ذئاب، ذئاب ممكن تشرح وتدشمل وتقتل، بس يمكن لا برضو. اصل 4.5 مليون عضه كلب بتوع امريكا دول منهم 800 ألف بس اللي بيحتاجوا رعايه طبيه من اي درجه. دكتور عاطف بتاع بالتو يكشف عليه عادي، 81% من حالات العض مش بينتج عنها اصابه تستاهل الانتباه. فاي نعم هما بيهجموا، ولكنها ليست هجمات بخطوره الذئاب. عندي يا ابو حميد سؤال هتجد ذكي المره دي، اوعدك، هل هم كلاب مستذئبه ولا هم ذئاب متكلببه؟ ايه السؤال الكلبوب ده؟ ولا يا ابو حميد يكونوا كلاب ناسيين اصلهم معظم الوقت، بس احيانا بتحصل حاجات تفكرهم وتخليهم اجريسيف ويهاجموا؟ سؤال حلو بجد بجد يا ابو حميد، حاسس انت هتقول اهوج. لا لا عزيز سؤال كويس بجد يا ابو حميد. خلاص يا عزيز ممكن نكمل الحلقه بقى. الحيوانات يا عزيزي في الغالب بتهاجم البشر في حالتين، اما انهم بيعتبرونا فرائس ياكلوها، وده سلوك نادر طعمنا مر. اشهر مثال على ده هو الدب القطبي، أو لانهم بيهاجموا لانهم في موقف ما حسوا بالخوف، بيهاجموا هجمه بيسموها الديفنسيف اتاكس، زي الدب البني كده. عزيز الكلاب يا عزيز بترجع ذئاب لما بتخاف، وخوف الكلاب او الحيوانات مختلف عننا. هم مش بس بيخافوا من الزمن او على شكلهم قدام المجتمع، مش بيخافوا من مجازات، ولكن بيخافوا من تصرفات، بيشوفوا هذه التصرفات على انها علامات خطر، منطقنا غير منطق الحيوان. الغرائز هي اللي بتحكم تصرفات الحيوان اكتر، لان ما عندوش قشره مخيه ولا مراكز عليا للتفكير والحكم. يا عزيزي الغريزه هي اللي سيئاه، غرائز البقاء، الاكل، التزاوج والحمايه، حمايه الجراء الصغيره وحمايه السيد بتاعه وبقيه الناس اللي من طرفه، اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. ببساطه شديده الكلب لو خاف على حياته هيهاجم وهيعض. كلب عزيزي لو اتزنق واتكرنر هيعض ويبهدل الدنيا. ما ينفعش الكلب يحس بالخطوره او بالتهديد من شخص، او يتساب في حاله استنفار منبعها الخوف. حتى الخضه العابره ممكن تخلي الكلب يعض، ده طبعا ليس معناه ان كل كلب خايف هيبقى اجريسيف وبتاع الدليفري يشهد، بس كل كلب اجريسيف غالبا بيبقى خايف. لكن يا عزيزي الموضوع ما وقفش عند كده وبس. عمرك يا عزيزي شفت فيديو الفرس النهر وهو بيتبرز وفي نفس الوقت بيحرك ديله منتهى السرعه زي المروحه؟ ده عزيزي مش مالتي تاسكر ولا بيهوي على الحبايب. ده يا عزيزي هو بيعمل كده ليه؟ عشان ينشر البراز والريحه. طب مالك يا ابو عبيد بتقولها بفخر كده ليه؟ هو هينشر في معرض الكتاب؟ ما هو ينشر يا عم فربوناته. فرس النهر هنا يا عزيزي بيحاول يحدد مناطق نفوذه ويعلمها بريحته، ده سلوك تيراتوريال، وهنا بيحدد منطقته. والحيوانات كلها عندها السلوك المناطقي ده. كلب حاسم جدا وعدواني مع اي حد بيقرب لحدوده ومنطقه. كلب بنسبه 50% هيعض لو تخطيت حيز نفوذه. كنت قريت ان عشان كده اكتر ناس بتتعرض للهجوم او العض هم سعات البريد وبتوع الدليفري، وهي دي الغلطه اللي اشترك فيها صحاب الكلبين مع جاكلين ديورند اللي حكينا عنها في اول حلقه. في الليله المشؤومه اللي دخلت عليهم فيها في غياب صحاب البيت، كنترول دي يا عزيزي حط تحتها خط، وفي حين ان الكلبين لسه مش واخدين عليها كفايه، فتصرفهم كان حمايه لمنطقتهم ومنطقه سيدهم. خليني يا عزيزي احدثك عن التطعيمات. انت عارف يا عزيزي ان الكلاب مش هي بس اللي بتنقل السعار، الثعالب والسناجب والفيران بتنقله برضه، حتى القطط بتنقله. بتنقله يمكن اكتر من الكلاب في بلاد زي امريكا، لان الكلاب الضاله هناك قليله والقطط بتتساب تتجول براحتها اكتر من الكلاب. اكشلي في امريكا احتمال ان حد يموت من عضه كلب حوالي 1 من 112 ألف. خلي بالك يا عزيزي ضعف هذا الاحتمال موجود مع قرص الدبور او نحله، وعشان دي امريكا فاحتمال ان حد يموت بطلق ناري تقريبا 1 على 7000، يعني الرصاصه في امريكا اخطر عليك من الكلب. تخاف من الشارع من البني ادمين مش من الكلاب، وقليل البخت يعضوا الكلب في نيوجيرسي. في الدول الناميه بقى الموضوع مختلف، لان الكلاب الضاله فيها اكتر، يعني جوع وضعف وامراض واصابات من حروب مع كلاب تانية، اساءه معامله وعدم ثقه في البيئه والناس. انا مش عايز اقول لك يا عزيزي العيال الصغيره بتعمل ايه، والله ما عايز اقول. ده غير يا عزيزي مش الخوف المستمر، الرعب المستمر، بمعنى ان احتمالات الهجوم والعض قائمه، وهم كمان السبب الاهم في العضات المسببه للسعار. وعضه سعار يعني 21 حقنه من المصل. اكشلي يا عزيزي ما بقوش 21 حقنه، بقول المعلومه دي بقى قدام البنات بقى وكده. إيه؟ طب يا عزيز قد ما كده بكتير، بس الاسطوره بتاعت ماما لازم نكملها، يعني لانها مرتبطه بحمايه الاطفال. بيتر بي جود ذان رايت.
في فلسفتي البرجماتية الأفضل أن تكون خير على أن تكون على حق. إحنا يهمنا إيه في الآخر؟ مش إن العيال ما تتعضش من الكلاب. حقنا بقى 21-18 وأنا بتاع سرنجات. أنا بقى عايز العيال ما تتعضش. أما بقى عزيزي الكلاب الضالة فهم موضوع مختلف. بالك عزيزي الكلب ده ملوش صاحب حرفيا، معرض للجوع وللأمراض وللقتل، مش بس من إنسان ولكن كمان من ولاد جهته من نفس نوعه، الكلاب اللي بيتحاربوا مع بعض سواء عنده سعار أو ما عندوش. بس معلش يا أبو حميد، ليه ما نقولش إن كلاب الشارع أساسا سلالة شرسة وقد تكون دي طبيعتها اللي بتفرضها عليها جيناتها. بالفعل يا عزيزي ربط السلالات بالشراسة ده بالحاجات المشهورة فعلا، يعني مثلا أغلب الهجمات القاتلة للكلاب مرتبطة بسلالات زي البيتبول والروتفايلر والجيرمان شيبرد. الجيرمان شيبرد ده يا عزيزي كلب شكله ذئبي جدا، حجمه يمكن أقل بشوية وفكه ومخالبه يمكن أقل قوة من الجري وولف، ولكن إيه جيناتهم متطابقة. خليني أقول لك يا عزيزي، البيتبول سمعته كسلالة سيئة جدا. اسمع دي يا عزيزي، 66% من هجمات الكلاب القاتلة من السلالة بتاعته، هو سبب فيها، هو رقم واحد في عدد الهجمات على البشر في أمريكا، حوالي 3400 حالة هجوم اتسببوا في 295 حالة وفاة. الأرقام دي يا عزيزي للوهلة الأولى ممكن تدي انطباع إن هذه السلالة شرسة وعنيفة ومحتاجين نخلص منها، ولكن ده يا عزيزي كلام مش دقيق. البيتبول يا عزيزي هو أكثر كلب بيتشرس. خد بالك يا عزيزي إن التشريس غير التدريب. فكرة ممكن تتعلم سلوك معين يخليها قادرة على الحماية وملاحقة المجرمين والكشف عن المخدرات في المولات والمطارات. عندي مول جنبي كده عزيزي بدون ذكر أسماء عنده كلبين كده متقاعدين في سن المعاش كده، وكل واحد فيهم مالي مركزه، حليق الرأس أشيب الفودين، بيجوا يشمشموا كده عزيزي دايما منحنيين كده، تحس إن هم في حالة بؤس رهيب. قال يعني هم بيشموا إذا كان في متفجرات في العربية ولا في مخدرات ولا في أي نيل على دماغهم. ما ترحموا الكلاب. صدقني يا عزيزي والله أيا كان اللي حطه في العربية ما بيبدوش أي رد فعل. هتجيبه من الفود كورت ها؟ هتجيب هوت دوج؟ وين الكلاب؟ تم تدريبها وبقت في غاية القوة والحس من غير لا غباوة ولا غشومية ولا إجرام. أما بقى عزيزي التشريس فهو فكرة قائمة على إساءة معاملة الكلب، ضرب وإهانة وعزل وحبس، كل ده عزيزي بيطلع لنا كلب خايف ومضطرب ومضغوط وبالتالي شرس وخطر فعلا حتى على أصحابه. وده بيحصل إما عن قصد وتخطيط زي ما كان بيحصل وقت مصارعة الكلاب اللي بالمناسبة ممنوعة قانونا في العالم كله، أو عن جهل أو مرض نفسي من ملاك الكلاب. البيتبول بقى كان أكتر كلب بيتم تشريسه والرهان عليه في مصارعة الكلاب، أكتر كلب سمعته وحشة وبالتالي بيقعد في الملاجئ أكتر من غيره، وده عزيزي مؤثر على نفسيته وسلوكه، ومنطقي إن الحالة اللي بتحصل من العزلة دي تخليه أكثر عدوانية، والسمعة بقى بتخلي أي حد يتعض يقول البيتبول هو البيتبول ده. ومننا يا عزيزي ابتدى يحصل عارف انت لوب، الإحصائيات بتاعت هجمات البيتبول بدأت تزيد، وبرضو راعي إن مش كل الناس خبراء في السلالة. أنا مثلا يا عزيزي مش خبير سلالات. دي بقى يا عزيزي معلوماتك، معلومة كده خدها، إن الكلاب الصغيرة أجريسيف أكتر كده يا أبو حميد. ممكن تقول تاني وتشرح لي؟ الكلاب الصغيرة أجريسيف أكتر. إيه ده يا أبو حميد ده أنت عظيم. المهم يا عزيزي الكلاب الصغيرة احتمالية إنها تعض أعلى بكتير من الكلاب الكبيرة، بيبقوا إنسكيور، ولكن الضرر منها قليل جدا فالناس بتنساه، والتبليغ عن هجماتهم نفسه بيقل أو بينعدم، زي مثلا المسدسات والبنادق. أنت عارف يا عزيزي إن هما بيقتلوا أكتر من القنابل النووية زي ما قلنا في حلقة AK-47، بس إحنا هنفضل فاكرين القنابل النووية أكتر لأنها ثياتريكال، شكلها مسرحي أكبر، تدميرها أكبر. لو عندك يا عزيزي كلب مستأنس بتاع صاحبك مثلا، يبقى نصيحتي ليك ان انت تقرب له بحذر وفي وجود صاحب وباذن، خلي ايدك جنبك وسيبه هو يجي يستكشفك الاول، لما اخذه كده يتعرف على ريحتك، لما يا عزيزي تمد ايدك يبقى لدقنه تحت فكه، اوعى تطبطب على راسه انت مش امه، اوعى تقرب له في هذه الحالات لو صاحبه مش موجود او لو داخل عليه منطقته اللي هو بيحميها. طب انا عزيزي مش محتاج اشرح لك هو بيظبط حدودها ازاي، ها؟ او جنب طفل سيده اللي هو بيحميه، او لو بينكم سور، لو بياكل او بيلعب او بيزمجر، وخصوصا يا عزيزي لو كان ذكر وعرفت ان هو في فتره التزاوج او مريض لاي سبب، ولو كلب شارع يستحسن ما تقربش منه في العموم ولا تجري جنبه. ليه يا ابو حميد؟ هو موظف، هو مقرف، بيشتغل امتى؟ الله، عايز اطبطب على الكلب والعب معاه، مش بقالي عشرات الاف السنين عمال بستأنسه، فيها ايه لما حقي كانسان استخدمه؟ ما قربلوش وهو بيلعب ولا هو تعبان ولا هو عنده مرض، ما اقرب منه امتى؟ وهو بيبعت ايميلات. والله يا عزيزي انا حذرتك وعملت اللي عليا، انت بقى جريء وقلبك ميت، اتفضل يا عم. بس يا عزيزي خليني بس عشان يعني ابقى اديت رسالتي معاك، لو الكلب هاجمك
هنصحك نصيحة، اوعى تجري، لان انت كده اولا بتستفز غريزة الكلب في المطاردة. لو لقاك بتجري هيعرف انه راكب هيجري وراه، وصدقني صعب ان انت تبقى اسرع من الكلب. عارفين كويس الحالة عاملة ازاي، معظم الكلاب يا عزيزي اسرع مننا في الجري. سنين انت لما بتجري بتغذي شعور الكلب في السيطرة. الكلب ساعتها مش بس بيشم الخوف، ده بيشوف، ولو شافه هيحس انه سيد عليه، وده بيزود احتمالات انه يهجم عليه. حاول يا عزيزي تقف وتبصش في عينه كده، ده يا عزيزي بيدي رساله للكلب ان انت مش مصدر تهديد ولا مهتم بيه، وبالتالي ما بتشكلش عليه اي خطوره. وقول له يا عزيزي بصوت عميق وابحث، لا وقف، او قول له ستوب يا عزيزي، ما فهمش عربي ولا حاجه، عامل حسابك. الحاله مش تهمني بامي. بس ده يا عزيزي يجب ان يكون بصوت قوي وحازم. اوعى عزيزي تتوتر، والنبي اوعى الصوت المسرسع ده يطلع، هيخلي موقفك قدام نفسك وقدام الكلب مش حلو. حاول كمان يا عزيزي تشتت الكلب، لو في ايدك حاجه مثلا ارميها، يمكن يجري وراها. ما هو يا عزيزي اي كيو طفل سنتين، فانت برضو يعني راعي ان انت في السلم التطوري اعلى شويه، فاستغل الحاجه اللي بتميزك عنه. امشي طالع تجري، انت عندك رجلين هو عنده اربعه. لو يا عزيزي بعد كل هذه النصايح والكلب ما كانش طايقك وقرر ان هو يجري عليك، فقدامك عزيزي سيناريو من اتنين. حاول تحط حاجز بينك وبينه، يعني شنطة، اي حاجة معاك، وممكن تتكور يعني على نفسك كده في الارض بوضع يخليك تحمي وشك ورقبتك، وربنا يتولاك. انت بس اقعد جنين كده وهو يعني اللي يطوله هيعض، ان شاء الله ما يطولش حاجه، يعني ان شاء الله تيجي في سمانه فاخده بتتلم وبترزق. يعني المهم يا عزيزي تبقى ساكت تماما وضامم صوابعك في هيئه قبضه. خد بالك يا عزيزي اطراف الصوابع سهله في العض، اوعى يمصمص ابهامك. السيناريو الثاني يا عزيزي هو ان انت تفايت باه، تنزل له كلب الكلب. عايزك يا عزيزي تفتكر حاجه، مناخير الكلب وقفاه هما نقط ضعف، تفادى اسنانه يا عزيزي. اتمنى لك يا عزيزي ربنا يوفقك وتفتكر المعلومات دي وقت الهجوم، عشان انا حاسس ان بالرغم ان انا قايلها لك لو جالي كلب هطلع أجري. لو حصلت عض يا عزيزي لا قدر الله لازم تغسلك كويس بالمية والصابون. لو ده كلب مستأنس وموثوق فيه واخد تطعيماته ممكن يتم الاكتفاء ان صاحبه يعزله 10 ايام، وفي الغالب ما بيكونش فيه اعراض ولا سعار. لكن لو انت شاكك وده كلب ضال وعضك وهرب اعتبره مسعور احتياطي، وساعتها يجب ان انت تروح مستشفى اللي متوفر فيها مصل الكلب. بس كده يا عزيزي اظن ان انت دلوقتي مستعد وجاهز تماما، انطلق وربنا يحفظك ان شاء الله ويحفظني. بس شوف الحلقات اللي فاتت في الحلقات اللي جايه، نزل نبص على المصادر، احنا اليوتيوب نشترك على القناه. معلش بقى عزيزي عن اذنك بقى اروح احدد منطقتي.